الكريم فلا تعجل يا الله. وأنت الجواد فلا تبخل يا الله. الأزمة السورية حارة في موسم الدراما الرمضاني هذه المرة. المخرج التونسي شوقي الماجري يقدم الأزمة السورية في قالب جديد مستعينا بنجوم من عرب منهم المصري خالد صالح إضافة إلى فنانين سوريين بارزين. سيدا عرف عن نفسك؟ أنا النقيب زياد عبد الباقي. هنا في لبنان تصورون بالرغم من الأحداث التي تحدث في سوريا وفي أغلب البلدان العربية بما فيها مصر وأيضا ليبيا وتونس ويعني هل ذلك تحدي منكم لتلك الأوضاع أم أنها رسالة ووقفة لما يحدث حاليا؟ كأنه رغم كل الأزمة الموجودة اليوم عربيا أنا يهمني أثبت أنه لا زالت لنا طاقة، طاقة حب، طاقة حب بمفهومه الواسع طبعا. ما لازم هذا الوضع يحبطنا لدرجة أنه نستغني عن هذا الحب ونستغني عن مفهوم الحياة اللي فينا، لازم نواصل. المسلسل يدور حول قصة مدير قناة فضائية في دبي تهرب ابنته الوحيدة إلى بيروت. أبي مصر وأمي سورية. من مصر لدبي. المسلسل بالفعل عامل أصداء حلوة، بالفعل هو يعني عم بيروح على مناطق ساخنة وعم يتناول موضوع عميق جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وبنفس الوقت مثير للجدل، فيعني هي جرأة وبنفس الوقت واقع نحن عم نعيشه. فبشرفني طبعا أنه أشتغل مع أستاذ شوقي الماجري وكاتب مهم ونجم مهمة الرافي وهبة ونجوم كبار مثل أستاذ غسان مسعود وخالد صالح وباقي النجوم الشباب كلياتهم طبعا دون استثناء. الفنان خالد صالح بذل جهدا كبيرا قبل التصوير لتخفيض وزنه عبر حمية غذائية قاسية. قالي وحكاني وجهلي كلام ما يصحش أبدا في الحقيقة. تنظيم داعش أحد خيوط الدراما في مسلسل حلاوة روح. المسلسل صور في الإمارات ولبنان ومصر وأمضى أشهر عدة حتى اكتمل تصويره ليقدم قصة من قصص الأزمة السورية لمشاهدي رمضان. مجد الفاسي، العربية.